حواوشي رنجة، كريب رنجة، رنجة مشوية على الفحم، طلب رنجة، فعربية رنجة في الشارع ده جديدة بالنسبة لي. سندوتش صاروخ الرنجة وبطروخ. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد الشامي يحدثكم من القاهرة الكبرى. النهاردة طلع الضرب الأحمر. طلع الضرب الأحمر أعمل إيه بقى؟ حاجة جديدة، جديدة من نوعه. حد قال لكم قبل كده أكلتوا حواوشي رنجة، كريب رنجة، رنجة مشوية على الفحم، طلب رنجة، فعربية رنجة في الشارع ده جديدة بالنسبة لي. ملك الرنجة دي عربية في الضرب الأحمر بتعمل كل منتجات الرنجة وأهمهم حواوشي الرنجة وكريب الرنجة. أنا بالنسبة لي حاجات عمري ما شفتها، فأنا هروح عشان أي حد نفسه يقفل على رنجة بالليل كده، وأنا بعشق الرنجة فباكلها بأي صورة بأي طريقة. فأي حد كده بالليل نفسه يقفل على رنجة وعايز يطلع على الضرب الأحمر يشوف الحكاية دي إيه، أنا هوريكم المكان. تعالوا بقى نشوف، دي فكرة جديدة ممتازة وأنا أشجع اللعبة الحلوة. يلا بينا على الضرب الأحمر. طبعا يا جماعة احنا دلوقتي وصلنا القاهرة الفاطمية. بالظبط فين؟ في الضرب الأحمر، وده شارع الضرب الأحمر الرئيسي. لو بصينا ورا كده مديرية أمن القاهرة في آخر الشارع ده، وإحنا هنا عند الجامع اللي صورته على 50 جنيه. اسمه إيه الجامع ده؟ أبو حريبة. جامع أبو حريبة. جامع أبو حريبة. أهم حاجة بقى في الموضوع بقى إيه؟ المعلم حسن. ازيك يا كبير؟ عامل ايه؟ طبعا يا جدعان معلم حسن نجم تيك توك كبير جدا، يعني هو التور جايد بتاعنا النهارده في الضرب الاحمر، وهيودينا عند عم مجدي بتاع الرنجه. يلا بينا. يلا بينا يا باشا. يلا بينا. احنا دلوقتي بس لو الناس جايه دلوقتي عايزه تيجي المكان هنا هتيجي ازاي؟ احنا هنعدي من البوابه الحلوه دي. تمام. حلوه قوي. دي بوابه ابو حريبه. بوابه ابو حريبه. ابو حريبه دي لو موجوده المسجد نفسه موجود على 50 جنيه. صورته على 50 جنيه. صورته على 50. طب انا دلوقتي لو جايب عربيه اوصل هنا ازاي؟ عشان طلع عين اهلي عشان اوصل. لو مديريه امن القاهره باب الخلف، مديريه امن القاهره هيجيبك عندي هنا. حلو. لو اخر شارع المعز عند الغوريه هيجيبك عندي هنا. تمام. لو من السيده عائشه هيجيبك من عند القلعه برضه هيجيبك عندي هنا. حلو. سيدنا الحسين والازهر برضه هيجي عندي هنا. يعني الناس تكتب ايه ولا تدور على ايه؟ عشان اللي جاي من الدراسه يعرف يجي لي، اللي جاي من السيده عائشه يعرف يجي لي. يعني نكتب جامع ابو حريبه. جامع ابو حريبه. مش بوابه حاجه خرافيه يا جماعه، والله العظيم مصر الفاطميه حلوه جدا. جامع ابو حريبه يا جماعه، وجنبه البوابه واحنا بنعدي منها مجمع سيدي سعد الله. تمام. حلو. يمين وشمال، احنا هنخش شمال. هنخش شمال كده. تمام. دلوقتي بقى قول لي لو انا راكب مواصله اوصل هنا ازاي؟ لو جاي مواصلات يعني انزل ايه اقرب محطه مترو مثلا؟ محطه مترو محمد نجيب. حلو. يا اما ننزل العتبه ونركب ميكروباص لحد الحسين. لحد الحسين. تمام. بس طب قول لي بقى العنوان هنا، يعني العنوان بقى هنا ايه؟ 11 شارع ابو حريبه الضرب الاحمر بجوار محمد وحسن الشبكه. بجوار محمد وحسن الشبكه. الشبكه. مطعم اكل ده. مطعم برضه اسمه محمد وحسن الشبكه. تمام. حلو. دخلنا اهو اخر الشارع، ما مشيناش كتير يعني، على طول ملك الرنجه. تاتا. الموضوع شكله ايه؟ خلينا نخش. فين عم يا عم مجدي؟ فين انت؟ فين انت سايب العربيه ورايح فين؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ ايه حكايه ايه الحكايه اللي انت عاملها؟ وانت بقالك قد ايه هنا بتعمل الموضوع ده؟ بقالي بتاع سنتين ونص كده. ما شاء الله. ايه الموضوع ده؟ انت الله اكبر شهره عالميه من بره، يعني ربنا يوسع رزقك يا رب. ايه الموضوع؟ حواوشي رنجه وكريب رنجه بعمل حواوشي رنجه بالجبنه الموتزاريلا، وبعمل كابوتشي. حواوشي رنجه بالجبنه الموتزاريلا. هايل. وبعمل كريب رنجه بالبطاطس. كريب رنجه بالبطاطس. وايه تاني بقى؟ ايه منتجات رنجه تاني؟ وبعمل رنجه مشويه على الفحم. حلو ده. لا انا عايز ادوق كله، يعني دوقني كله انا معاك. كله ادوق. ربنا يوسع رزقك يا رب. فكره جميله، وانت راجل بشوش وسمح، وربنا يوسع رزقك يا رب. وفي ميزه ان انت الناس كلها في المنطقه هنا بتحبك. الحمد لله. يعني عارف من بسال من بره انا تهت وانا جاي. كل حد اسال عليك الناس كلها عايزه تيجي تركب معانا تجيب نجات عنك. الحمد لله، نعمه بتاعت ربنا. ربنا يزيدك. يلا بينا يا صاحبي. ده الكريب ده ولا ايه؟ ده الكريب. حلو الكلام ده. بطاطس وهتحط عليه رنجه. الرنجه بقى بتكون مشويها الاول. حسب ما. لا، رنجه اللي هي العاديه مش مشويه. مش مشويه، هي بتشوحة. مدخنه بس. مشوحه معموله في على البوتاجاز فوق في البيت. حلو. انا بعمل بخلي الرنجه في البيت. حلو. بخليها وبخليها هنا على العمايل، يعني مخليها من الجلد والشوك وكل حاجه. الله يفتح عليك. اللي هي بتتشوى على الفحم اللي هي بالجلد بس. انا معاك. يلا وريني. انا هعمل لك ده واعمل لك ده. يلا بينا. استنوا يا جدعان، تعالوا كده اوريكم الاسعار برضو. عنده ايه بقى؟ طلب رنجه زائد بطروخ ب 20 جنيه، طلب رنجه زائد بطروخ ب 15، ده مقاسين؟ في كبير وصغير. مقاسين. سندوتش رنجه 5 جنيه، سندوتش رنجه مع بطروخ 7 جنيه، كريب رنجه وبطاطس على الفحم ب 15، ده اللي انت بتعمله ده.
كيلو رنجة سليمة بخمسة واربعين، كيلو رنجة مخلية بخمسين، يعني انا ممكن اجي عندك هنا اخد كيلو رنجة مخلية مستوية عادي انت شويها وخلاص. مخلية تاخدها على الاكل يعني، معقول لها خل وزيت وتحرق. على الاكل على طول؟ اه يعني مش محتاجة. بتعبيها لي في شنطة ولا بتبقى طبق فويل؟ حلو حلو، وحاجة رغم بساطتها بس تمتاز بالنظافة، والحاجة شكلها يفتح النفس، والرنجة شكلها يفتح النفس، وانت راجل تفتح النفس يا عم مجدي، ربنا يوسع رزقك يا رب. طبعا يا جماعة حاجات عظيمة، الحواوشي يعني شكله حلو جدا، الراجل بيحط شوية شيبسي برضو وحاجات كده، الكريب يا جماعة رنجة يعني، حواوشي رنجة، كريب رنجة، سندوتش رنجة، ودي رنجة هو بيبيعها كده طلبات يعني، ده كيلو تاخد كده كيلو رنجة او تاخد طلب رنجة، ومعاه عيش بلدي طبعا بينزل اهو. طبعا ده ايه بقى، وحط معاه ليمون وفلفل الوان وحاجات كده، هو مش محتاج يحط مخلل اكيد، احنا فاهمين ليه، لان الموضوع رنجة اصلا. فانا كده ايه هقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا باللي انا جاي له مخصوص، حواوشي الرنجة. طبعا يا جماعه السندوتش ده بكام؟ الرغيف الحواوشي ده هو في 15 و20. ده بكام؟ ده ابو 15. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا راجل يا حلو؟ انا صورت فيديوهات كتير وبالعبيط يعني، انا ما كنت سعيد بهذه السعاده اللي انا فيها النهارده من الراجل الطيب السمح ده. انت بقى بتفتح هنا من كام لكام؟ الساعه 12 للساعه 3 كده. 12 الظهر؟ اه لحد 3 الفجر. لحد 3 الفجر. اه يعني نجي لك في السهره والحاجات دي، انت عارف عشان اجي لك دلوقتي بدري هتبقى الدنيا زحمه شويه. من 12 الظهر للساعه 3 زي ما وصفت لكم. بصوا يا جماعه الحلاوه والطعامه وعم مجدي والقلق اللي عامله، والله عامل قلق. احنا هنغسل ايدينا فين؟ في حته نغسل فيها ايدينا؟ اهم حاجه بس اعك يعني براحتي؟ طبعا هو بيدينا جلافزات والكلام ده، بس انتوا عارفين انا على الله حكايتي يعني، هاكل واغسل ايدي بعد كده مش مشكله، ما الجلافزات دي تحس ان هي بتضايق كده. انا توقعت ان البطاطس هتبوظ الرنجه، بس حلوة جدا، المايونيز حلو مع الموضوع حلو، الكاتشب وكده، السكر عمل معادل موضوعي مع الملح بتاع، بس هو خطير خطير، تسلم ايدك يا عم مجدي، انت راجل جميل والله العظيم راجل جميل، وانا يعني الاكل انت فاتح نفسي مش بعيد عن الاكل والله. طبعا يا جماعه الكريب بكام بقى؟ الكريب ده ب 20، ب 20 جنيه، في ب 15 و 20، ده اللي ب 20. 20 تسلم ايدك، مليان وجميل. في الرنج المشوي على الفحم دي، رنج انهي دي؟ اه بس البطارخ بقى مش بطارخ عاديه يعني، نشيل البطارخ. خلينا نشيل البطارخ على جنب كده، انت راجل راز يعني، انا اقدر اجي اخد طبق زي ده؟ اه. ده فيه قد ايه ده؟ كيلو؟ ده كيلو. اه ده سعره كام؟ ده 50. وده بيبقى متنضف كده جاهز باخده منك كده ومشوي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. بصوا يا جماعه رنجه نظيفه، حاجه نظيفه، والمود العام القاهره الفاطميه والجو حلو، والراجل سمح، ومكان يستحق التجربه يعني. تعالوا تعالوا، انا عارف ان المكان ممكن يكون صعب الوصول اليه شويه صغيرين، بس موضوع يستاهل ان احنا نتعب شويه ونيجي عند مجدي وندعمه، لانه اكله فعلا ممتاز وافكار، وده احلى حاجه في الموضوع. والحواوشي ده انت هتاخد عليه جائزه نوبل، وعايز اقول لك ان بعد الفيديو ده هتلاقي كل المحلات عامله لك حواوشي رنجه. حبيبي يا عم مجدي، في حاجات تانية برضك جديده. ايه بقى؟ كلها حاجات رنجه برضه. اه رنجه وفسيخ وسردين. بس انت دلوقتي رنجه؟ رنجه اساسي. الله يفتح عليك. والحاجه ممتازه، انا بس في حته هنا من الحواوشي من عماله تندح على ده، سندوتش رنجه مشويه. اه لا رنجه عاديه. رنجه مش اه بتعملوا سندوتشات. اه السندوتش بكام بقى ده؟ ده ب 5 جنيه، وفي سندوتش ده ب 5 جنيه حقيقي؟ ده ب 5، ده اللي ب 5 جنيه؟ اه مليان رنجه يا جماعه والله ممتاز. وفي سندوتش صاروخ رنجه وبطروخ ده ب 7 جنيه. سندوتش صاروخ رنجه وبطروخ، الله، يعني ده رنجه بس؟ اه ده رنجه بس.
انا عن نفسي اكل الرنجه بس انا والبطارق مش صحاب، هي اللي ما بتحبنيش عشان ما فيش حاجه منها ما تربيها. انا عارف طبعا حاجه محترمه ونظيفه، اكل محترم وانت راجل محترم، ربنا يزيدك ويوسع عليك، وانت كسبت زبون جديد دائم باذن الله. حبيبي عم مجدي ربنا يكرمك ربنا يخليك. يلا يا جدعان تعالوا عند عم مجدي وشجعوا اللعبه الحلوه. سيبوني بقى اكمل عشان عايزين بقى ايه صندوق 7 اب والنبي حبيبي. السلام عليكم.